إن عندنا عدة مطالب مهمين عندنا نختاروا نوصلوهم للسلطات المعنية اللي هي السلطات العليا نختاروها تحس بهم. أولا مطلب التراب، لأن هذا المطلب قديم وحديث، لأن ما استفدنا من التراب رغم استفادة مكونات الجامعة اللي هو الأساتذة استفاد منها لمرة أو سنتين أو ثلاثة، وإحنا ما استفدنا منها، وبالتالي هذا طلب عندنا قديم وحديث ومن أهم المطالب اللي عندنا. عندنا مطلب النقل، لأن الجامعة صارت تبعد مسافة كبيرة عن مركز المدينة، وبالتالي كنا عندنا علاوة للنقل 2500، وهذه 2500 ما تلات نقلنا لداخل مدينة نواكشوط ولا سيما خارج مدينة نواكشوط اللي شور بلد الجامعة، وبالتالي نختاروا ينتصار لنا في زيادة للنقل. عندنا مسألة التكوين والتأطير، هذا رواية منسية، ما فهم تكوين العمال جامعة نواكشوط ولا فهم تأطير لهم، وبالتالي نختارهم يتم يستفادوا من التكوين المستمر ويستفادوا من التأطير. المسألة الثالثة، نختارهم يستفادوا من النقل العادي في باصات والله علاوة، والله يستفادوا من الخدمات الجامعية، يسوى بتأشيرة فوق يسوى بسعر فوق سعر الطلاب اللي منهم يبقى يستفيد من الخدمات الجامعية، كيوت المطعم الجامعي يستفيد منه. عندنا المطالب كثيرة، عندنا ياسر من المطالب، غير هذه بعد من أهمها وفي الوقت الحالي أهمها هي مسألة التراب، نختار ونستفيد منها، نعود كيف مكون الأساتذة اللي استفاد من التراب لثلاث مرات أو أربعة.